معايا عبر الهاتف مرة أخرى أحد أعضاء الأبطال، أبطال مجلس إدارة نادي الزمالك. وأنا دايماً بسميهم الأبطال على فكرة من قبل ما يكسبوا الانتخابات، بقول اللي هيخش انتخابات نادي الزمالك ولا يكسب انتخابات نادي الزمالك هم أبطال، لأنهم سيتحملوا ظروف في منتهى الصعوبة، تحملوا هذه الظروف الصعبة ونجحوا حتى هذه اللحظة في تخطي كثير من هذه الظروف. معايا عبر الهاتف الآن كابتن الكبير كابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا وألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، يبارك فيك، مبروك لكل الجماهير الزمالكاويه. الظروف زي ما كنت بقول من شويه كده، انتوا بتتعاملوا مع ظروف ربما تكون الاصعب في تاريخ نادي الزمالك، عشان كده قلت حتى في البدايه النهارده انها واحده من اصعب البطولات اللي حققها نادي الزمالك طبقا لهذه الظروف. بصراحه الكلام ده حقيقي، الظروف صعبه جدا، لكن احنا وعدنا الناس ان احنا هنجتهد هنشتغل بطريقه سليمه، وادي النتيجة الحمد لله ربنا وفقنا في كرة القدم، وهنبذل مجهود كبير في باقي الألعاب كلها إن شاء الله، والفترة الجاية واحدة واحدة كده هنبني نادي الزمالك عشان يرجع إن شاء الله في المكان اللي هو يستحقها إن شاء الله. مجهود بدني كبير أنت عملته النهاردة يا كابتن هشام في المدرجات، تقريبا الكاميرا جت عليك أنت تقريبا ما قعدتش، أنت زيك زي الراجل جوزيه جوميز في أرض الملعب تواقف طول المباراة، الله يكون في عونك. يعني المباراة كانت صعبة علينا كلنا، يعني اكيد ما فيش شك، هي مباراه اعصاب طبعا، عايزين نكسب، احنا محتاجين المكسب معنويا قبل النتيجه وقبل اي حاجه، هيفرق جدا مع نادي الزمالك انك تحقق بطوله في اول اختبار ليك، فتوفيق من ربنا. وانت تعلم جيدا ان كره القدم هي القاطره الكبيره لنادي الزمالك، والحمد لله بدايه موفقه. جمهور الزمالك النهارده وكالعاده، يعني مش النهارده بس، كان حاجه تفرح يا كابتن هشام. الحمد لله، لا لا لا، انا في منتهى السعاده بجمهور نادي الزمالك الوفي الصبور المخلص المؤدب المفرح، كان حاجه بصراحه تشرف، مش تشرف بس الزملكاويه، تشرف كل المصريين. فخامه الرئيس النهارده بيهنينا، اعتقد ان هو بيهنينا اولا للرياضه المصريه طبعا، صوره جميله، بنصدر صوره جميله كحضور محترم وصوره جميله للرياضه المصريه، وبعدين نتيجه على مستوى افريقيا، فالحمد لله وبشكره على التهنئه الكبيره اللي هو بعتها. طبعا طبعا، تهنئه اخرى كمان كانت من النادي الاهلي، وايضا تهنئه حلوه لترسيخ فكره الروح الرياضيه اللي شايفينها في الفتره الاخيره ما بينكم وما بين النادي الاهلي يا كابتن هشام. هو ده اللي موجود اصلا يا جماعه، ارجعوا للتاريخ وشوفوا العلاقه بين الناديين كانت عامله ازاي، واحنا رجعنا للاصل، مش عملنا حاجه جديده. صح. فان شاء الله نفضل على الروح الرياضيه والاخلاق الرياضيه، ويكون هو ده التعامل بيننا دايما ان شاء الله. ان شاء الله كابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، والف مليون مبروك مره اخرى.